دلوقتي واحد من كباتن الفريق علي معلول ليه تجربه سابقه في الصفاقس التونسي، ما شاء الله كان 25 سنه و 24 سنه، غرفه الملابس مليئه بالنجوم وهو كابتن، وانت الموسم الجاي يعني خلاص علي معلول ممكن يلبس شاره الكابتنه في النادي الاهلي. لا هو شرف انه واحد يمسك كابتن في النادي الاهلي، يعني شرف كبير ومسؤوليه اكبر. لكن كما قلت انت فما مش هدف انه تاخذ شاره الكابتن، على قد ما انه انت دورك في الملعب انك كابتن فرقه، حتى مش لابس الشاره يعني. عندنا كباتن في النادي الاهلي كباتن كبار، كباتن لسه بتاخذ الخبرات ولسه ان شاء الله. اهم حاجه هو دورك في الملعب، يعني مش لازم تلبس شاره عشان اهم حاجه انه دورك في الملعب. احنا عندنا كباتن كثيره في الملعب ما شاء الله، يعني الناس كل على قد المسؤوليه، الناس كل اللاعبين الموجودين ال11 اللي يلعبوا ولا الثلاثه اللي يدخلوا في المقابله كلهم عندهم شخصيه اللي تخليهم ياخذوا النادي الاهلي ديما المكانه ممتازه. يعني علي معلول معنى كلامه انه بغض النظر ان هو يلبس الشاره، لكن الاداء في الملعب انه يساعد فرقته هو ده المهم اكيد، ده المهم. على دورك يكون فعال وتكون كلمتك مع المجموعه مسموعه، ديها من انك تلبس شاره الكابتن. واحنا بنتكلم عن بطولات علي معلول